بلش اخرف فيك انت رفيق مصاروي رفيق مصاروي براك براك أي انت نعم. بتشتغل في شركه كفيم في كفر نعم. قرع اي نعم قديش صار لك كم سنه صار لي تقريبا سنتين يعني شو صار اليوم معك في الحاره الغربيه بالنسبه للي صار معك اليوم ببكى ماشي في الباص بيجوا اولاد من بين زيتون بقعدوا راجدوا على الباص مش مره ومرتين وثلاثه يعني هاي المره طبشوا كزاز ممكن تبكى امه للي طبش الكزاز ممكن تبكى اخته للي طبش الكزاز وبعرف شو يعني هذا الوضع شو بدنا كيف بدنا نتعامل معه يعني ونداء انت شو بتقول انا بقول انه الاهل للاب وللاميات يعني هذا بيخص الكل هذا بشريت البلد كلها الباص يعني مش الي لحالي اللي بالصدحاوي بيصل دار ابو عيشه واللي مدار ابو عيشه بيصل كوبات خولين بيصل المحلات كلها يعني اليوم لو وصل كان معك راكب كان معي راكب كان انضرب هواء كبير يعني كان صار حادث كبير يعني فرسالتك للاهالي رسالتي للاب وللاهالي اللي بيرموا اولادهم للساعه 11 و12 بالليل وبسالوش عنهم هذا السؤال تاعي يعني هذا اللي بتوجه له تحية لك وشكرا الله يبارك فيك أهلين الله يعطيك